يعني دور الإنسان يكون مظلة لكل الأشياء اللي الواحد يسويها. إذا الأم إذا هي غايب عنها هذا الدور الإنساني يعني ما بتشوف روحها يعني قيمة إنه مثلاً يكون هي بس أنا لازم بقعد أقابل أولادي وأربيهم وأسويهم وكذا. وحتى يمكن بعد بتعمل يمكن تعمل بس فقط علشان إن هي ترتب أمورها المالية وتقدر يعني توفر مصاريف وإلى آخره. بس إذا هذا ما كان منه معقول بدور الإنسان اللي هو إحنا كلنا مسؤولين عنه أمام الله بصير شعورها غير. يعني أنا حتى إذا بروح العمل إن أنا رايح عشان أخدم المجتمع علشان أعطي فيه علشان أطمره علشان إلى آخره بعض الأشياء اللي قاعدة يعني حتى اللي ما تشتغل وقاعدة ويا أولادها هذا بعد عليها ترى دور الإنسان ما يسقط. لازم نسوي شغل تقول أنا ما أبي أشتغل موظفة ما أبي طول اليوم ما علي لكن لازم يكون ليش دور في هذه الحياة.